الوضع في اليمن يتجه صوب المزيد من التأزيم مع حالة الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد عقب استقالة الرئيس عبد رب منصور هادي. العاصمة صنعاء ومدن أخرى مثل تعز وإب والحديدة ومأرب والبيضاء شهدت مظاهرات احتجاجية ضد انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية، وقد خرجت في صنعاء مظاهرات كبرى اتجهت إلى منزل الرئيس هادي عبرت عن رفضها لاستقالته هو وحكومة خالد بحاح. مطالبنا أنه إعادة هيبة الدولة عن طريق بناء جيش ولاءه للوطن، الشعب يخرج يحدد مصيره. أما في محافظة عدن جنوب اليمن فقد عززت اللجان الشعبية من انتشارها للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وأكدت تلك اللجان أنها سوف تتصدى لأي جماعات مسلحة وخاصة الحوثيين إذا حاولوا الاقتراب من هذه المنطقة. وبانتظار الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليمني المقررة الأحد للنظر في استقالة الرئيس هادي، فإن مصادر يمنية تتحدث عن احتمال رفض البرلمان للاستقالة مع احتمال توجه وفد برلماني إلى هادي لإقناعه بالعدول عن الاستقالة. الأنباء تتحدث عن تحركات محلية وخارجية تجري حاليا لثني هادي عن استقالته، وأن المبعوث الأممي جمال بن عمر وبعض القوى السياسية يسعون للدفع بهذا الاتجاه. وحيال هذه التطورات في المشهد اليمني فإن السيناريوهات المتوقعة هي احتمال عدول هادي عن الاستقالة أو رفض البرلمان لها، تشكيل مجلس رئاسي وعلي ناصر محمد أبرز مرشح لرئاسته، تولي رئيس البرلمان يحيى الراعي الرئاسة مؤقتا لحين الانتخابات. على الأرض هناك حالة تململ واحتقان في بعض المحافظات الجنوبية رفضا للتمرد الحوثي وإسقاط الرئيس هادي، وتشير بعض الأنباء إلى توجه مجاميع قبلية مسلحة إلى صنعاء لإخلاء ومساعدة بعض المسؤولين والوزراء المحاصرين من قبل مسلحي الحوثي.